السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني من المنزلق الخاص بالراوتر. يلا بسرعة نكمل طريقة تنفيذه وكمان نقول بعض الملاحظات عليه وطريقة استخدامه. لما نحرك المنزلق بالطريقة دي كده هنحتاج القطعة دي نحطها هنا نثبتها عشان تعمل زي صدادة وتحدد عرض النقر اللي هشتغل بيه. عشان كده هعمل لها حفر جوه بحيث تكون بايتة تحت الخشب. حفرنا الجزء ده، نيجي نحط المسطرة وناخد الجزء اللي بعده، وبعدين نحط كمان مسطرة وناخد كمان جزء. هنركب المنزلق كده وبعدين نحط الحتة دي كده. طبعا المفروض بنحط وشر معدن بس انا خلص من عندي وظروف الحظر عملت لها وشر خشب، لحد ما ربنا يسهل الحال ان شاء الله. نبدأ بقى نربط الصامولة وبعدين تبدأ تتحرك بالمنظر ده. الخطوة اللي بعد كده ان انا هحسب الارتفاع الريشة عن القاعدة دي وابدأ اعمل طاولة صغيرة اللي هيتثبت عليها الخشب بعد كده. واحنا بنركب المنصة دي لازم ناخد بالنا من ان الجزء ده متحرك، فلازم اسيب مسافة بين المنصة وبين الجزء المتحرك ده حوالي 1 ملي، فهحط سمك الزاوية دي كده بالمنظر ده كده. خلونا بقى نسمي الله ونبدأ نشتغل. هنعمل دي كده كنموذج، هنثبتها الاول هنا كده. ابدأ ارفع الراوتر واظبطه، الخط اللي فوق والخط اللي تحت. طبعا انا عامل الحفر على قد مقاس الكاستير، لو عندك حفر اصغر هتستخدم طبعا كاستير يكون اصغر. وابدا اثبت الراوتر، بعد كده ابدا اظبط عرض الحفر قد ايه، فهي هنا عند نهايه الكاستير بالمنظر ده كده، واثبت الراوتر كده وابدا اظبطه من هنا كده، وكذلك الاتجاه الثاني لحد نهاية الخط واثبته من هنا كده، واتأكد ان الراوتر مظبوط اهوت عند الجنبين. ابدأ بقى ارجع الراوتر كده لورا واسمي الله وابدأ اشغل. طيب لو انا عايز اتحكم في العمق اعمل ايه؟ هاجي هنا كده واركب المسمار ده، واركب قطعة الخشب دي كدليل علشان المسطرة دي لما اركبها كده تمشي عليها ما تقعش، وبعدين ابدأ اثبتها بالصامولة على البعد اللي انا عايزه. بكده تقدر تعمل نقر متساوي والعمق بتاعه متساوي ومتكرر بنفس المسافات ونفس العمق.
خشب السنديان من الأخشاب الصلبة، ومعروف إن هو في النقر بيكون صعب جدا. تعالوا نجربه، وخصوصا لما يكون المقاس صغير زي ده. نيجي بقى للملاحظات اللي على الجهاز. اول حاجة، الجهاز لما تحب ترفعه، لما يكون ثابت هنا تحت عند نقطة وتيجي ترفعه لفوق، بتلاقيه بياخد كيرف والنقطة تتغير، بتترحل تبقى هنا. يعني لو عايز تعمل نقر فوق في محاذاة النقر لتحت، هتضطر ان انت ترحل الخشبة بالمنظر ده كده، تمام؟ النقطة دي بتحصل ليه؟ لان الجهاز بيترفع من اتجاه واحد، المفروض ان هو يطلع كله بشكل رأسي بالمنظر ده كده، وكنا جايبين العمود اللي هو هيتحرك عليه اللي هو ده، ولكن طبعا نظرا لظروف الحظر الاكسسوارات اللي هو بيمشي عليها مش موجوده، لان كل المحلات مقفوله. يبقى دي اول نقطه، تمام؟ تاني نقطه، الجزء ده زي ما قلنا لازم يتقفل ويكون ليه بس فتحه كده علشان تقدر تعمل منها نقر، وعشان لو حبيت ان انت تعمل نقر على جزء زي ده لازم يكون فيه مصد ليه بالمنظر ده كده، ما ينفعش يبقى مفتوح كده. العلاج ان احنا قصينا قطعة خشب على نفس المقاس ده كده، هنحط غيرها ونبدأ نثبتها بالمنظر ده كده. كده حدود النقر من تحت ومن فوق، من خلال الفتحة دي كده تقدر تحط قطعة الخشب وتظبطها، وتبقى عارف النقر من فوق فين ومن تحت فين، وبناء عليه تحركها قدام او لورا. كمان بالنسبة للمجاري الخشبية دي، تمام، المجاري دي ممكن تتعمل، المجاري بتاعة الادراج هتكون كويسة جدا، ولكن طبعا برضو احنا ما قدرناش نجيبها، احنا بنشتغل بالخامات المتاحة عندنا، وان شاء الله مستقبلا نبدأ نطوره، ولكن هو شغال وكل حاجة، ولكن بتحس ان هو يعني تقيل شوية، وبيحتاج طبعا تنظيف من النشارة علشان يكون الحركة بتاعته سلسة. طبعا لو هتحط المجاري الخشبية دي ممكن تستخدم الصابونة، بس تكون جافة جدا. الصابونة دي لما تعمل بيها كده في المجاري او تكحت بيها على المجاري بتسهل وتيسر عملية الاحتكاك شوية. مهم جدا وانت بتعمل نقر او لسان ان الخشب يكون متثبت كويس جدا، اما بالفتايل او المشابك زي دي كده، وان شاء الله هسيب لكم في شريط الوصف فيديو بيوضح طريقة استخدامها. طبعا المنصة دي حجمها هنا مصغر، انت ممكن تكبرها، ولكن تعمل حسابك انك تسيب فتحات علشان تقدر تثبت الخشب منها. في النهاية نقدر نقول ان الجهاز جيد جدا، وان شاء الله خلال الايام الجاية باذن الله لما ينفك الحظر نقدر نطوره ونعمله بيرتفع وبينخفض بشكل مظبوط، ولكن من خلال الخامات المتاحة زي ما قلنا في الورشة بتاعتك او في اي ورشة هتقدر تعمل المنزلق الخاص بالراوتر، ويقدر يديك شغل دقيق ويريق عليك مشكلة النقر واللسان. اتمنى يا رب يكون في استفادة، ما تنساش تدعيلي بالتوفيق، واللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة، وهسيب لكم رابط الجزء الاول في شريط الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله.